السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمتابعين قناة الكرام. اليوم إن شاء الله حنقوم برفع الصورة أو بعمل بوست لرفع صورة إلى قاعدة البيانات عن طريق البوست أي بي أي. كيف طبعا الطريقة حتكون؟ طبعا مثل هذا الشكل هنا، هذه الأفضل. يعني ممكن أنت تقوم بتشفير الصورة مثلا، تحويلها إلى سترينج وخزنه مباشرة بقاعدة البيانات. لكن الطريقة الأفضل هذيك الطريقة ممكن تكون الصورة حجم كبير جدا، ممكن يأثر على قاعدة البيانات. لذلك الأفضل دائما بهذا الشكل، انك تاخذ الصورة تخزنها داخل السيرفر عن طريق فولدر داخل السيرفر، تعمل تخزن بين الصور، واليو ار ال او عنوان الصورة موقعها، يعني مثلا موقعها وينه بالسيرفر، موقع اليو ار ال مال الصورة، تخزنه داخل قاعدة البيانات مع المعلومات البقية. يعني مثلا عندي الموظف، فانا بالدروس السابقة عملنا النيم والسالري والى اخره. بالحقل الخاص النيم والسالري موجود، بالحقل الخاص بالايمج نضع اليو ار ال مال الايمج اللي هو موقعه بالسيرفر. لذلك لما نجلبه بعدين، طبعا كيف نعمل لاي؟ عن طريق ملف دوت جي اس، بنود دوت جي اس، واضح؟ اللي هو يجلب البيانات عن طريق بوست، من البوست اللي يجيبه المستخدم من الويندوز، من الموبايل، من الهاتف، من اي مكان كان. فالمستخدم يعمل بوست، ينقل بينه فايل او صوره معينه، اي ملف كان، ينقله على شكل بوست، فهذا يعالجه ويخزنه داخل فولدر، وايضا يخزن اليو ار ال ماله، الموقع ماله، داخل فولدر داخل قاعده البيانات عن طريق هذا الملف. بعدين لما يرجعه ايضا يرجع اليو ار ال، فما دام اليو ار ال موجود راح يرجعه للمستخدم، راح ممكن ناخذ الصوره وموقع الصوره بالسيرفر، راح يتم عرض الصوره. اتمنى الفكره واضحه هنا. فكيف نبدا بالعمليه ان شاء الله؟ فاحنا قلنا طبعا اول شيء نستخدم مكتبه المولتر. نقول المولتر هذه هنا موقع المكتبه بالجيت هاب. واضح الفكرة؟ هنا كل المعلومات عن المكتبة موجودة هنا. أنا راح أشرحها بأبسط طريقة إن شاء الله، فلذلك أنا ما راح كثير أجي هنا يعني، لكن هنا مشروحة خطوة خطوة كيف تستخدمها للمكتبة. طبعا تثبتها بهذه الطريقة، كما تعلمنا كيف نثبت عن طريق الـ npm. فنجي أيضا هنا فنقول له npm install molter اسم المكتبة، save كما تعلمنا، ننتظر قليلا لبين ما تنزل المكتبة. بعد ما تنزل راح نستخدمه مباشرة. طبعا احنا كيف الفكرة، فقط اشرح لك الفكرة كيف هي. شوفوا هنا عندنا بالراوت، هنا لما عملنا البوست قلنا هنا الريكويست لما جبناها من النيم مثلا، المستخدم راح يدخل عن طريق فورم معين، فراح يجيبها من الريكويست دوت بادي دوت نيم. هذه قلنا كيف نعالجها، عالجناها ايضا عن طريق ميدل وير، عملنا له بالاب اللي هو هذا الاكسبريس دوت يو ار ال انكودد. واضحة الفكرة؟ هنا ايضا نحتاج الصورة، هنا سترينج قلنا، اي بقاعدة البيانات او جدول السكيما قلنا سترينج، فاحنا ما مشكلة نخليها سترينج ولا ما راح نغير شيء. لماذا؟ لان قلنا نخزن بقاعدة البيانات فقط اليو ار ال اللي هو سترينج راح يكون، فلذلك نخليها سترينج ما يأثر اي شيء بالسكيما، ما عندنا اي مشكلة. فنرجع هنا على الراوت، هنا قلنا ايمج فقط، قلنا ريكويست دوت بادي، يعني هذا خطأ، هذا ليس صورة، هنا سترينج فقط نرفع. اذا نغير الصورة كيف ايش نقول له؟ لازم نقول له الريكويست دوت فايل، لأنه راح يبعث عن طريق فايل دوت باث مسار الفايل. فكيف نعالج هذه؟ قلنا البادي نعالجها عن طريق الميدل وير هذا، ايضا هاي تحتاج لميدل وير نعالجها عن طريقه، هي اللي راح تعمل المولتر. فشغلنا ما حيكون هنا، احنا فقط هنا عملنا ريكويست دوت فايل. فالمستخدم هنا لما يجي، لما يدخل الصوره مثلا، شوف هنا بوست نعمل، لما يجي شوف يدخل الصوره راح يدخلها كيف؟ لازم نعمل ملف، فهذا لازم نعمله فايل وليس تكست، واضح؟ لازم نعمله فايل هنا، واضح؟ فاذا فايل وليس بدي مثل ما عملناها قبل فتره من عملنا بالسترنج العادي النيم والسالري. اتمنى الفكره وصلت لهوني. المكتبه حاليا نستخدمها، قلنا داخل الميدل وير او داخل الاب، يعني الميدل وير كله وضعناه هنا. فنعمل كونست نسميه مولتر طبعا، نعمل امبورتنج بهذه الطريقه. حاليا كيف راح نستخدمه؟ الامر ايضا جدا سهل. طبعا نحتاج نعمل كونست نسميه مثلا ابلود يساوي المولتر بهذه الطريقه نعمله. شوف هذا اول واحد الستورج، شوف هنا قول ستورج، شوف يدخله، وايضا الفلتر فايل فلتر، هذه فقط هي هاي نحتاجها حاليا. لكن هاي لازم نعمل الستورج المكان نخزن بيها،
ولازم نعمل الفايل فلتر او الفلتر اللي نريد نعمله، مثلا نريد فقط جي بي جي مثلا او جي بي جي وبي ان جي الى اخره. كيف نعمل؟ ممكن نعمله هذول مباشره هنا يعني ماكو اي مشكله، لكن طبعا الافضل انك ترتب العمل مالك، ممكن نضعها كذا حتى نعرف انه هاي العمليات كلها خاصه بالصوره بهذه الطريقه. فنضع مثلا هنا ال const تساوي الملتر دوت ديسك ستورج على شكل اوبجكت، فيقبل اثنين، اول شيء destination الموقع، شكل ايضا function request response. هنا عندنا السي بي فايل سي بي بهذه الطريقة. فحاليا فقط هتقول له سي بي، اول شيء خليها نل مثل ما عمله هو، ايضا وضع مكان نخزن الصورة بينه بالابلود، قلنا الابلود اللي هو هذا اللي عملناه نحن. بعدين فايل نيم ايضا نفس الفكرة، الريكوست طبعا ممكن احنا وضعناه بهاي الطريقة ما يحتاج نعمل فانكشن، قلنا تكتب بهاي الطريقة ممكن. فحاليا ايضا السي بي ايضا تخلينه هنا اول واحد نل، ثاني واحد خلي بينه اسم الفايل، فهنا يكون وضعه بهاي الطريقة. ممكن نضعه احنا نكتب الفايل دوت اوريجينال فايل نيم، يعني اسم اسم الفايل، يعني بدنا نضع الصوره نفس اسم نخزنها بها. واضحه الفكره؟ اللي الفايل جبناه من هنا. فحاليا هذا الستورج، فحاليا نقول له ستورج هو الستورج نفسه. واضحه الفكره؟ قلنا هي الرئيسيه احنا، لكن نحتاج ستورج ونحتاج فايل فلتر، فالستورج عملناه هنا بهذه الطريقه. حاليا نعمل فايل فلتر، ايضا شوفونا موجود كيف تعمله. شوف الفايل فلتر بهاي الطريقة. أيضا الشيء اللي تريد يمشي فتخيله ترو، اللي تريد ما يقبلوا النوع الملف تخيله فولس. واضح؟ فأيضا نعمل const فلتر مثلا نسمينه يساوي أيضا request اللي ما عمله هو. فنضع هنا مثلا نريد فقط ال JPG وال PNG مثلا، فنقول له if file اللي هو هذا اللي جبناه هنا دوت الميم تايب يساوي image jpeg او مثلا ال ميم تايب يساوي image png. فبهذه الطريقة فقط إذا كانت هذه، إذا هذا الشرط تحقق فقط، فهو شيء يقول له سي بي كما قال هنا. شوف كما قال، قال لك إذا تحقق أول شيء إذا تريد يعني يمشي فتقول ترو، وإذا تريد ما يقبله ففولس ترو. فقط إذا كانت هذه، قل له إيلس هنا إذا كان غير هاي الأنواع. سي بي نل فولس. واضحة الفكرة؟ مثل ما قلنا طبعا احنا ما عملنا شيء، حاليا قلنا اذا نحتاج الفلتر، فهنا الفلتر اللي هو هذا الفلتر اللي عملناه حاليا كملت الابلود. هي طبعا كما قلنا احنا دائما ننتبه حتى يتخربط الوضع عليك، يعني احنا نحتاج هذه فقط المولتر وتاخذ بها هذول الاثنين من نوع جي اس ام كي فاليو، اول واحد ستورج والثاني واحد فايل فلتر. ممكن نعملهم هنا مباشرة، ممكن الافضل نعملهم على شكل بهذه الطريقة، الستورج نعمله بعدين نعمل الفلتر ونضعهم هنا كالفاليو. واضح؟ بعد ما كملنا هنا هذا كله شغلنا بالاب، قلنا واضح؟ يعني الميدل وير هذه عندنا احنا. فحاليا احنا كم عملنا هنا الميدل وير البقية؟ عملنا هذا مثلا ميدل وير قلنا مصفوفة، وهذا ايضا ممكن ايضا نضع هذا كميدل وير، فنقول له الابلود اللي هو الملف الملتر اللي هو هنا، نقول له ابلود. نريد نرفع ملف واحد فنقول له سنجل اكون واعليا. نضع هون الاسم اللي نريده اللي يريد يرفعه، يعني احنا يعني مثلا وضعنا نيم بالنيم، وضعنا نيم السالري، وضعنا سال بالبدي، فهنا مثلا نضع ايمج. واضح؟ هي راح نستخدمها الان. فحاليا اكتمل عندنا العمل، ما ظلنا اي شيء. حاليا سيجي هنا شوف هاي اليوز نتعالج كلها الاي بي اي سواء جيت بوست الى اخره. فاحنا من احنا نعمل البوست هنا على الاي ام بي راح اعالج الاي ام بي، فايضا راح يمر على هذه الميدل وير اول مره.
يعالج لنا الصور، يعني مد الوير فهو حتعالجه. الحين اذا نفذنا شوف خزننا، طبعا هنا ممكن اغير قاعدة البيانات حتى ليس عندي بيانات كثيرة. اشوف قاعدة البيانات فقط هنا مكتوب تيست اسمه، ممكن تغيره الى اسم تريد انت مثلا اي ام بي على سبيل المثال، واخزنه حتى فقط لا يجينا بيانات. شوف اذا حاليا بحثنا على البيانات شوف ما كل شيء راح تجد، شوف فارغ يعني ما بي اي شيء جديدة، فقط بس تكتبه هنا هو يعمله بالسحابية. فالمهم هنا راح ندخل احنا جديد، احنا كما قلنا شعدنا هنا، جينا حاليا طبعا هنا ما اغير اي شيء، قلنا يجي على هذا فقط يعني كملاحظة انه حاليا عندنا نيم سالري ايمج، فالنيم قلنا لازم نسمينه نيم، السالري لازم نسمينه سال من هنا، هنا ما مكتوب فنسمينه مين من هذه هنا الميدل وير اللي عملناها سميناها ايمج، فاذا نسمينه ايمج. واضحة الفكرة؟ فاذا نجي هنا نعمل بوست بودي، شوف نيم سالري ايمج هي مكتوبة قبل، ممكن اعملها من جديد، ممكن نسميها مثلا الاسم اسامة، السالري مثلا بهذه الطريقة المتألف، أيضا الإيمج مثلا أخذ لي صورة من هنا على سبيل المثال، أخذ هاي الصورة مثلا هاي نوع بي إن جي فالمفروض يقبلها يعني، فنقول له سند. شوف هنا أرسل لك إنه العملية تمت. إذا رجعنا هنا على السيرفر الأبلود، شوف وضعنا الصورة هنا ضغطنا عليها الصورة يعني، واضحة الفكرة؟ حاليا رفع الصورة. فبهذه الطريقة فقط وبهذه البساطة رفعت الصورة. طبعا هنا بعد راح يخزن ايضا بقاعدة البيانات، يخزن اليو ار ال ماله بقاعدة البيانات ايضا. شوف حاليا اذا جينا، لكن المشكلة ما هي عندنا حاليا؟ المشكلة طبعا الايمج هنا اليو ار ال ماله يخزنها بقاعدة البيانات عن طريق قلنا الفايل باث، هيخزن الباث بقاعدة البيانات هنا الام بي قلنا من قاعدة البيانات هذه تعامل مع قاعدة البيانات، فاذا راح يخزنها هنا بقاعدة البيانات. لما قلنا السيف راح يخزن اليو ار ال ماله فقط. لكن المشكلة هنا شوفون عندنا نحتاج هذه، شوفون مثلا هذه مثلا نريد احتاجها انا فقط بهذا البوست، فقط بالبوست يعني ما اريد احتاجه بكلم يعني، ما اريد كل اليو ار ال يرفع عنا يعني، مثلا ما اريد الجيت ايضا يرفع، الجيت ما اريد يعمل عينه الميدل وير، ما اريد يمر من هذا الميدل وير. احنا من وضعناه هنا بالاب وضعناه قلنا يوز، فاذا جيت بوست بالكل مع هذول. ممكن اعمل لي ايضا واحد اخر اقول له اب دوت يوز عفوا دوت بوست، يكون فقط البوست ايضا الاي ام بي، ممكن اغيره ممكن اعمله فقط خاص بيو ار ال واحد وحده يعني، اتمنى الفكره واضحه يعني، غير يو ار ال مثلا اعمله اي ام بي ايمج مثلا اي يو ار ال تريد. لكن هنا مثلا نعمله امبلوي نفسه حتى من يمر بالامبلوي ايضا نفسه هذا، لكن هذا فقط اللي يعالج الميدل وير هنا. حاليا هذا الميدل وير مال الايمج فقط يعالج البوست اللي هو اي ام بي، فقط البوست. حاليا اذا نفذنا ما راح تفرق اي شيء يعني، يعني كنا عملنا فاليديشن مثلا بهاي الطريقه. شوف حاليا تنفذ، حاليا اذا رجعنا جينا هنا على السيرفر شوف وضعنا الصوره اللي هي 4 اللي هي هذه. شوف حاليا اذا جينا على الجيت ايضا كنا عملنا الايمج من الريزلت وقلنا جيب الايمج موجود من البدايه يعني. شوف حاليا ايش رجعنا اذا نفذنا الجيت، ما عملنا اي شيء فقط مجرد انه معمول من البدايه يعني. لكن حاليا اذا نفذنا الجيت الكل شوف جاب لنا ابلود الايمج وخزن اليو ار ال مال الصوره، عرفت الفكره؟ اليو ار ال مال الصوره ممكن نعدل عينه بعدين حتى يمكن نصله احنا من السيرفر، لازم نعمل لوكال هوست حتى يكون رابط كامل. فمثلا هنا نعمل نجي عليه هنا قبل الريزلت، فهنا نعمل لوكال هوست البورت 3000 بعده رابط الصوره، واضح المفروض تجينا حاليا. شوف اذا نفذنا الجيت شوف جاب لك رابط الصوره. حاليا اذا ضغطنا على رابط الصوره شوف هنا شوف جاب لنا رابط الصوره كامل لوكال http لوكال هوست 3000 البورت ابلود مكانه بالسيرفر هو ابلود بعدين 3 بي ان جي. اذا عملنا سنت حاليا شوف ظهر لك خطا، كيف لماذا الخطا؟ احنا عندنا شوف هنا اذا جينا على الراوتنج مالنا اكو شيء اسمه ابلود. الحل ما هو؟ الحل دائما لما عندك صور مثلا فولدر بالسيرفر مال الصور او مال الفيديو مثلا او اي شيء تحتاجه كفولدر يعني بينه بعض الامور اللي تحتاج كاي بي اي تعمله ستاتيك. ما هو الستاتيك؟ الستاتيك بانه يكون يعمل مباشره مع اليو ار ال يعني بعد شوف هنا يعني حتى بدون ابلود. اذا مثلا وضعنا الابلود عملنا له ستاتيك، الابلود اللي هو الفولدر اللي بينه الصور اذا عملنا له ستاتيك
بدون ما تضع الابلود هنا، فقط هكذا يعني تجيك الصورة مباشرة. واضح كيف نعمل ابلود؟ الامر جدا سهل وجدا واضح. يعني ناتي الى هنا فقط، نعمل ايضا الميدل وير اخرى، قل له الاب بالطابع الاب دوت جي اس اب دوت يوز ميدل وير، نعمل نضع بها من الاكسبريس، اللي هو الفريم ورك مالنا دوت ستاتيك، شوف ده العملية جاهزة فقط، فتضع بها الشيء اللي تريده. احنا فاحنا نريد الابلود، تضع بها الفولدر اللي تريده والملف اللي تريده، فاحنا نريد فولدر الابلود اللي هو هذا بين الصور. حاليا الابلود صار ستاتيك، شوف فقط هذا السطر عبارة عن ميدل وير جاهزة، نضع بها الامور اللي نريد تكون ستاتيك. شوف حاليا اذا نفس جينا نفس العملية عملنا هنا، شوفون اذا لغينا اصلا الاي بي الابلود، شوف جاب لنا الصورة مباشرة، واضح حتى بدون ابلود، يعني الابلود موجود بالرابط هنا صارت، واضح يعني صارت ستاتيك يعني جلوبال مثل ما تقول، يعني عامة موجود ابلود داخل ابلود. ممكن تقول له هنا يعني هنا مثلا من خزننا هنا الام بي، نقلنا له هنا الريزلت دوت نيم، راح يجي معاها ابلود، يعني لما خزناها دخلناها معاها الابلود باليو ار ال، فلذلك الافضل نقول له مثلا ابلود هنا حتى نعطيها رابط يعني خاص بها، قل له ابلود بهذه الطريقة. فحاليا راح يجي على من يشوف الابلود راح ينفذ هذه، راح يكون عامة يعني الابلود، واضح على اليو ار ال ما راح يكون رابط يعني الاي بي اي راح يكون ابلود. فحاليا اذا جينا هنا شوف البساطة نفس الفكرة بالضبط، لوكال هوست 3000 راح يكون ابلود هنا لان مع الرابط راح يرجع لنا. فشوف هنا اذا جينا هنا على الجيت نفس السابقة، اول شيء امبلوي نعرض مكلم يعني اللي عندنا، شوف عرضنا، اذا جينا هنا شوف الصورة هنا، شوف الرابط اذا اخذناه انه هذا حاليا الرابط جاهز، اذا دخلنا هنا وضعنا هنا الرابط هاي زيدي، فهنا شوف جاب لنا الصورة مباشرة، هذا الرابط نفسه اللي هو هنا. فحاليا ممكن صعدنا رابط للوصول للصورة. اتمنى الفكرة واضحة حاليا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.